أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من العاصمة الأذرية باكو، ومن أهم شارع في المدينة ألا وهو شارع نظامي. اللي يبغي يزور باكو أول شيء إخواني، ترى لين اليوم نحن الحين في شهر 22/23، ولين اليوم يطلبون من السايح اللي بيزور بلادهم لازم يكون ماخذ جرعات تحصين، لازم يكون محصن. لو جرعات قديمة مو مشكلة، عندكم في الحصن، عندكم في أي تطبيق في بلادكم ترونهم، ولا تسوون لهم برنت تشلونه معاكم قبل لا تركبون الطيارة بيشوفونه، وعقب ما تنزلون هنا في المطار بيشوفونه، خلوا بالكم. ثاني شيء نسيت شو أقول لكم، اليوم طبعا الاثنين 6، أظني 6، والله أظني 6، أي نعم 6 22/23، درجة الحرارة حاليا 6، وهذا أهم شارع، شارع نظامي. طبعا أنا أنصح بالسكن قريب من هالشارع لتوفر الخدمات كثيرة فيه. نواصل تصويرنا، ما زلنا في شارع نظامي، أهم شارع في باكو. طبعا هذه المدينة عمرها أكثر عن 800 سنة، وكلمة باكو تعني بالفارسية، لأن أول من استعمرها الفرس ثم الأتراك، ثم في القرن 19 استعمرها الروس. تعني بالفارسية الرياح، لأنها هالمدينة تكثر فيها الرياح، وكلمة باكو مشتقة من كلمة الرياح بالفارسية، بالمجوسية أو الناس اللي استعمروها في البداية اللي هم المجوس. صراحة برود، نزلت درجة البرود الظهر، بلبس قبعة الرأس. فيها طبعا المدينة القديمة جميلة، وبنزورها إن شاء الله. فيها بعض المتاحف، متحف السجاد ومتحف حيدر علي، فيها عدة أماكن تستحق الزيارة، فيها متحف النفط في سفينة موقفة. نواصل تصويرنا، ما زلنا في شارع نظامي. الساعة حاليا تقريبا 2:00 PM، الحق ما تلحق، لأن الساعة 4:30 تغيب الشمس. طبعا هالبلاد تقدر تزور فيها أماكن فيها الثلج، وإن شاء الله بنزور الأماكن اللي فيها الثلج، قبلة وشهداق وبعض الأماكن إن شاء الله بنزورها بعد بكرة، بنلعب بالثلج وياكم إن شاء الله. لكنها مدينة تستحق الزيارة وبقوة، فيها مدينة، فيها المدينة القديمة طبعا، وفيها الكثير من المتاحف. حياكم الله مرة ثانية من هذا الممشى الجميل جدا، هذا البوليفارد اللي على البحر، صراحة روعة روعة روعة. ودرجة الحرارة حاليا 7. مشوا، يلا مشوا وراي، مدام لنا البرودة 7، فهذا يشجعنا على المشي الطويل. اليوم بنقطع وياكم ما يقل عن 8 إلى 10 كيلو. نواصل، هذا مول على البحر، البوليفارد اللي على البحر. هني مشكلتهم، المشكلة الوحيدة انهم اكثر ما يتكلمون انجليزي ابدا، نفس الاتراك، مول نفس الاتراك.
هذا فندق الانتركونتيننتال، مكان استراتيجي قريب من البحر وقريب من شارع نظامي، 5 دقائق مشي. شوارع نظيفة. ناس مرتبة، مشكلتهم في اللغة الإنجليزية، نادر ما تحصل لك واحد يتكلم. متعود على الأكل الإيطالي. هذا مطعم فابيانو في باكو أذربيجان. تمشي في كل مكان هالحدائق، وايد مركزين عليها. دائما يا اخوان لما تشوفون مهرجين يصورون مع عيالكم لازم تسألوهم، لا تخلون يصورون شي على طول. كم بتاخذ؟ اسألوهم بعدين بيعطونكم مبالغ ترى خيالية. في اي مكان، سواء هني في روسيا، في اي مكان، في اي مكان في اوروبا، دائما اذا شفتوا مهرجين لازم تسألونهم كم الصورة. اي شيء لازم تسألونهم، اي حاجة يعني بتسويها، كرمك الله بتمسح حذائك، بتسوي شيء، لازم تسأل عن المبلغ. فالانتباه يا اخوان. هذا نارجس مول، ومنه هذه الساحة ثم المدينة القديمة. المدينة تستحق الزيارة وبقوة. ما زلنا في باكو عاصمة أذربيجان، ودائما تحذروا يا اخوان مثل ما اقول لكم، اذا شفتوا مهرجين في الشارع ولا شيء لا تصورون معاهم قبل لا تعرفون كم القيمة، كم سعرهم. فانتبهوا، اي حاجة تشوفونها في الشارع لازم تعرفون قيمتها قبل لا تستخدمونها. الحذر، الحذر من المهر في اي مكان في العالم، اي مكان في العالم. خلوا بالكم عيالكم بيصورون مع مهرجين مع كذا، لازم تعرفون كم قيمة هذا قبل التصوير. طريق إلى المدينة القديمة من شارع نظامي. هذا فول الحب، بس المكان فاضي، قليل جدا المحبين عنده. هارد روك كافي. هذا كافي بول. وهذا الطريق طبعا يودي إلى البحر من اتجاه ثاني. يا ليت النافورة هذه شغالة، تكون جميلة بصراحة. الشارع ممتع جدا،
مركزين على الحدائق في كل مكان. ما زلنا في باكو العاصمة الأثرية. مساكم الله بالخير ويوه الخير. هذا الأوتيل في أذربيجان، جراند هوتيل يوروب اسمه، فندق فنان جميل وكل شيء. عيب الوحيد انه يبعد عن شارع نظامي بالتاكسي 12 دقيقة، لكن انا اخذته على اساس انه عالي. اليومين فيه ماخذ حاجز يومين ب 300 تقريبا و 60 70 درهم اماراتي مع الافطار. هذا المنظر جراند هوتيل يوروب، تاخذ تاكسي مني عندهم. طبعا الفندق عنده سياره، عندهم تاكسي يوديك لين شارع نظامي ب والله ما ادري، يمكن ب 10 مانات 10 مانات مالهم، ما ادري والله ما اعرف، بس انه 12 دقيقه تقريبا. هذا المنظر، هذا الدور الخامس، فندق مريح الصراحه وكل غرف كبار. الحمد لله على سلامة الوصول. هذا المطار عند الوصول من الداخل، المطار جميل جدا صغير، وجراءات السريعة جراءات الدخول، بس ضروري جدا لين اليوم، لين شهر اثنين، طبعا لين الحين اليوم شهر اثنين، هم يطلبون التطعيم. اللي مطعم اللي مش مطعم لي أذربيجان لين اليوم يطلبون التطعيم ضروري، لو ان التطعيم قديم بس يطلبونه، فانتبهوا لهالشيء هذا. اللي يحاول اللي يبغي أذربيجان يكون متأكد انه ما اخذ تطعيمات.